أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حالي موضوعي وحنا ما إني لو عديني شروط لا إله إلا الله إن لو حساب تمه وقف شروط أي كم غنت هنا ودنبيلن نغنى هي والله السنة يو هدو جاي لي هنا لبريه آخرنا أحاول هذه الشروط أقول في كم غنت هاي نغن ماي مؤمن نغن ماي وشان قلمي مرك إكوي أنت هراء لو شيء ما حال وحال لبيامي المحبة والإنقياد والقبول والصدق حال عدي أنت غفك أنا هيسان إنو سن إيمان لهين لا إيمان بدون المحبة ولن لدك علم هي النبي إلهي أما دينت إلهي لدك علم هي لا إله إلا الله مسلم كأم بشرت حوالين عن دين تي وقولين بإنه راعبة ودي دنبة وسيدي إبليس دي دي يومارت اللي قمي يهو دهية نوحا سمعيه وإن قيادك كتكي إلا يراه لا إله إلا هو ليه مجرد نينا أقبلها إنه مرك دين تي لو كينا بإنكيرها هي وحمال يكره هي كم مغطو حوالين نغل ما يغف أشياتي قف منافقين هايو بين شيئا وقالا دينا هوس كالحير لا مسلم كينا مارتي شيئا هي سيغانا بلا إيمان وي إنك استوى حوية أحكام تلغونا رغم هاي منافقة يكو حران تاي ظهور نفاق نفاق يون صوبحو أما دبات تدعو لي إنت اللي أكتاي وي ومعناها مد كوان لاغوان با وجره ونبي وقرانا هين ومسلمين تاكو حسابن يكو مارت بنان وصوبح يورنتو اللي أغادي واللي سيقد ديني في دنو مسلم كرداني سلقا بغاي ومحا يرد دكي وحي واركان وغير نبضون مسلم واركان مكساس ترتد وقبنا هيان ومارتي دين للدين نفذني كل غني سادة بان سيدا بياهيد لبضا نقضي سوى مارس نقضي لبضا حوى يقف الله لقف كير هذا المحبة والانقياد والقبول والصدق لو حساب طيب لا يعتمد عليها في أحكام الدنيا قف كير فهو ضال وقف لنصوي وي دينتك مرفو شيئين ولو حساب طيب marka intaas waa muqaddimadii yaani waan sheegayay xalay wixii laga hadlay weey waxa ku xiga marka asharka hadda ah waan rabaa inaan ka hadlo waa xagga iimaanka marta maqaalada islaamiyiin maqaalada islaamiyiintu dadkii muslimiinta ka soo baxay oo baabka isku khilaafay mawaaqifta kala istaageen baan rabaa si mulakhasa inaan uga sheekeeyo يقول أن وحي الله لوحي أحد لي أو فكرة قلت لي يمد الله ولي شيء كريم بروح ويكون أقو عن صنع هو وين بان كان الله يا هذا مرجع وكلام مركي لقاه الله يوحى لي علم هذا الشيء قال إنه لوري توم فرق الله هاين مع ذلك وحى ويكون أقو عن صنع هو وين أو تري أو ليقاني وسلف كان لين كواسا معناها يعني إشارة يا كان الله يا إن شاء الله. بسم الله. مركي لقاها الله مقالات الفرق في الإيمان. فرقوا إنك إيمانك كهر لي وقارنا بادي وبين كل بادي وبين قول بادي لك لي مادين قارنا قول كود وصواب أهاي وكتابك وافق صنع مقالاتك فرق داس مركي لقاها الله واحد وقاني سمركو ورسا الجميع كانوا متفقين كل يود فرق عن كان لأنه دتك أهل السنة هايو مجتمع ذلك سرع سنين أهل السنة يوح وهي يعني الخوارج المعتزلة المرجئة الغالية المرجئة الكرامية المرجئة الجهمية الأشعرية انت اسوي انت ايمانك كهذا الشيء كونه كلا دوان مرك واحد وقاني ساعة فرقوين كاس مقعد اصلي وويد هو رتشري قرنتي وانا اكسنيد قرن لي افراد ايه كدن بيه كل قوض وحس كوا فصارين في البراء من الشرك وقتل المرتدين شرك اللي يعني قبر النقضة وعبادة وغير الله يقف قدو ذا هي ولا إله إلا هو شرك الغوة ذنك راقف أرانا يمبا جربا
qofkii towxiidka qaatay oo ridoobana in la dilo waa wada qabin, xataa jahmiya qabtay. Waa adduunka macnaha in la marinayo maaragtay axkaamtii shareecadii kulluhum waa isku waafaqsanaya macnaha kulligood. Marka waa dhaameen kuwa maanta oranaya towxiid iyo shirki waa la isku wadan karaa. Hadduu laa ilaaha illahu leeyahay, shirkigiina oo wato waxa weeye waa muslim, muslim weeye. Sababta loo islaamiyaha ku kala duwanaadaan, mid waxay yidhaahdo, mid yidhaahdo xujadii aan weli lagu oogin, mid yidhaahdo yacni caalim muctabara baan lahayn oo weli ku oogin xujadii, yacni mid oranaya islaamkaaba saas loogu sheegayba oo islaam inay haystaan bay isku arkaan. waxyaabo badan oo kala duwan waa lagu hadlayaa, laakiin kulluhum ahlu bidacii hore oo dhan waa ka sarreeyeen mowqifka, waa ka sarreeyeen. Mid macnaha shirki u doodaya laa ilaaha illa allahu baa shirki lagu qaadan karaa, oo laa ilaaha illa allahu baa ansaxa iyadoo ilaahay loo shirk yeelayo marna lagama maqlin. Murtadkana in la dilayo xadkaas uu mutaystay oo sharci tahay waa wada qirahayeen macnaha. Hadda se oran karaan shirki waa lagu wadan karaa, iyadoo nebiga sheegay calayhi salaatu wasalaam, walam yalbisuu iimaanahum bidulmin, aayadda qur-aanka ahayd nebigu ku fasiray bishirkin, kuwa maaragtay aan iimaankooda ku darin dulmi, dulmigiina uu ku fasiray nebigu bishirkin baa laga wadaa, iyo dembiyada lagama wado oo dembiyada iimaanka ma burinayaan. Haddii calaa sabiili shahwa uu lumay oo ku qaldamay wiciidkii baa u yaal, ilaahay baa meesha raba geynaya. maa duuna dalika ka mid tahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika, maa duuna dalik waa la kala saaray. Marka taa horta waa in meel la dhigto. Waxaad arkaysaa nin jahmiye ka daran oo jahmiyada caabanaya, manaabirta ka caayaya, jahmiye saasay ahaayeen, jahmiye murjia saasay ahaayeen iskale, mana oga isaga maanta mowqifku taagan yahay inuu adalla ka liito oo ka dullaysan yahay mowqifkii jahmiyadii. Ma oga macnaha, ma dareemayo, maxaa yeelay wuusan fahmayn wixii la isku haystay iyo wixii lagu kala tegey iyo sida sawaabku ahayd. taasuusan daraaso fiican qaadin. waxaa loo akhriyay firaq walmubtadaca wasaasaa baa la yidhi. ibtidaac marka ka weynna ma jiro, iyadoo shirkigii lagu soo xereeyey towxiidkii oo muwaxid iyo mushrikba walaalo laga dhigay, lagu walaalaynayo meesha midkan la weerari lahaa, la oran lahaa islaamkaagu ma jiro, ilaa aa shirkiga ka baxdid meesha laga oran lahaa. maxaa marka laisku khilaafsanaa? haddii laisku waafaqsanaa shirki inaan la samayn, oo qofkii shirki sameeyana towxiid iyo iimaan u jirin oo iimaanku uga yahay, baa tadruuna mal iimaan, markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi aliimaan waxa weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allah weeye. marka faman yumin faman yakfur bidaawuuti wayumin billaahi, iimaan wuxuu imaanayaa bacda alkufr bidaawuuti. qur-aankaasay akhrinayeen dadkii muslimuhum wamubtadicuhumba, saasay u akhrinayeen qur-aanka. yacni kitaabo kale in la keeno oo qur-aankii dadka laga madoobeeyo a laga tuuro laga bixiyo gacmahoodana lama gaarinba, macnaha dadko dhan qur-aan bay wada sisteen, qur-aankaasay wada akhrinayeen, qur-aanka ku cibaadaysanayeen. marka mubtadicii xataa ma ogolayn shirkiga. waxaa mubtadac loo yiri waxa weye, ma gaaloobin wey isagu, ma gaaloobin isaga, waa kuwa laleeyahay baadida xujadaha lagu ogo kuwa la oran jiray bay ka mid yihiin. oo ibnu taymiya yidhaahdo soo waxba kale ogeyn weli loo biyaamin, ha la yidhaahdo mubtadicun daalun lam taqum calayhi alxuja, ha la yidhaahdo. laakiin qof arrin caam ah oo bannaanka ah oo diinta aada u caddaysa, asharu shacaa'ir ah ama acdamu shacaa'iri diin ah oo towxiid ah oo ilaahayna in la caabudo shurkadana laga taga ah, taas lagama jaahil noqon karo haddii muslimiin joogaan. waxaana weeye kuwii ku dhacana murtadiin bay noqonayaan buu yidhi. marka isagu ahlubadicii oo dhan waa gaalo ma oran, maxaa yeele wuxuu ogaa arrintan buu ogaa inay kulluhum shirkiga diidayeen, murtadiintana in la dila ay qabeen macno. maxaa marka la isku khilaafsanaa? waxaa la isku khilaafsanaa maa huwa aliimaan yacni almuujib liljanna, iimaanka jannada kuu waajibinayo oo aada jannada ku geliso waa maxay? wa cilaaqatu alacmaali saalixa, acmaashaan saalixaan samaynayno, salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka iyo biru lwaalideyn iyo jihaad iyo acmaashaas, cilaaqada ay la leedahay iimaanka, ma iimaanka awaamir iimaan ka baxsan miyaa? oo bacda iimaanku sugnaado kadib bay maanata imaanaysaa, mase iyadaaba min aliimaan ah? waxyaabaas la isku diidanaa maana. marka
خلاف كساس وها وما حي إيمان كتشنا لو قلا يوم حي الآمنوا بالله بالير أمر وي آمنوا بالله إله الرومي رسولك الرومي يعني ومن يؤمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كي يكون كفر يعني واحد يري ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سيغنى واحد ويوابد ويبا إلهي مرك ما دام إيمان اللي يسكت دير إيمان كان قفكي لي ما دانا وشنق لي أدون كان النبض كويستو وان شرك كدرين النبض كويستو يعني كي إيمان كان رومينا ونرق لي وكافر لي رادو إيمان كي أمرك تحديد كيسي يا دتكي وحجرنا يا سأسو خلافي وي يعني أرنت وحوي دد بدن وعامة خلاف كاس ما بفهم كريم بقى أو دينتي أو والد كنت كسو جارين وشرك الآن يا عبادة يا صلاة إلا السماء يسكودين لكن واحد دودة هي سيدة دابا وعدتك باحثين تاوي باحثين تاوي وحقرين كروي أو وحقرين هي أو مارت يعني علماء لو يقانو يك دينت لو يديني تاسوي دتك مارت هدلا هي ودتك نكسر ماين حديقة الضمان أما مرت يعني هذي توصيهن الرأي وي مركب كلهم واسكوها في صنايع في البراء من الشرك وآله وقتل المرتدين لكن ما ينل المشركين صور راعي اختلافكم مركب في الإيمان يعني الموجب للجنة إيمان كتشنده الوقل أيه يا عماش صالحات كوتيرة بدن إله إن أمري يا النواهي بدن أنا لكرر يا بيها دي اللي سميه أنت إيمانك معناها مية كم تايم مس إيمانك وكب أحسن تايم خلاف قصاص وآمرك مرك ما هين قواعد جدل لو قري ما هين وان من اسكم رما هي اسك دكسدين وانا هلكاس تاغن انا هلكاس تاغن دد شرعي يا ما هين اي وخا لغا ودا ايمان با نلو ديري الهي امنو بالله ويل او رميا ملائكتي كتابدي رميا لي ايمان ما دام نلو ديري ايمانكو انتان بو كو انصحيه قفكي انت لي يمدو وا مؤمن يعني مركب القرآن كيف يفسرها يعني مركب القرآن كيف يفسرها يعني القرآن كيف مركب يفسرها ضد كي توصنا وصحابه علمها كقاتل تابعين تي ضدك وقت اللي يرادو فهم السلف صالح الراب معناها يو سيء يفسران مركب إيمان كلا يسكرها على الرأي لغاتو ويكفها من القرآن كي وي هذا الرأي هو تاي هذا الرأي هو تاي ده هاي لم يدهان لي هذا الرأي هذا لم يدهان لي معناه يوم الشعبي واحد اللي أرنتها الشيخ ما قال كاس قال لي رأيي يا نور شيخ سوي رأيي الحق فلسان بير رأيي كو كات شير رأيي احترم ما يجي معه مركز السلف كي الرأي مر من يو وودي ذا يين أهل الأهواء بحيان بدك رأي الراعي أهل الأهواء والبدع وأصحاب الرأي بير هذين يو حيا يين مركز نيم المستقيمين كا النص كا يحكي سو جاري صحاب يحكي سو جاري قاعدين هين والله بقولوا دي بيس معنا وي مركب بدعوين كنا واحد اللي هذا مثل بالتاريخ اللي بلاته ولا يقان أول من قال فلان وي وأول من قال يعني كذا إرجاع أحب بلا به هبل واعتزال كأحب بلا به هبل وخوارج تور سعي صوب على سنة كاس زمن كعلي أو ساسا لو شريعة معنا لكن مركب الجمهور كأمض بحكم سعودين وحكم سعودين كتاب سنة ونبي لو قد يدي تذكر نبي لو قد كود يدي أو راعي أو كسر حمبارين النوليين تذكر بتابعين تكقاتين تابعين تاكو كل شيء ذنب تابعه تابعين بكسر قاطي ساسا لوسعي مركا واحد سود هنا مركا بدع سود هنا كسر لي أول من قال أول من قال يعني كذا أبوها يعني واسق بن عضاب أبوها اتصال وحي كان وحي أهريو كان مرت وحي أهريو كان إرجاع وح رجل من بني هاشم مرت وكان يعني خوارج تقول أهريو وقول دي مرت يعني محكمة أهريو على بن عضاب كبح ذوي ساس الله شك يا معناه واحد بد هذا مركي بلا تل يقنا يوحي مارس كوك اللي فين ساس يرادن والله يقنا سلفكم مركا يقو فسر هاي الدين إلهي كسفوا قارين صحابتي وحي يرادن الإيمان تصديق واعتقاد ويرادن حي الإيمان كأصل كيسابة قلبي آه الإيمان بابا وحا أهر يوحا وي مركاد مقاشد قلبي يوحا كرمين يسا رمين تو قلبي وي وي نبي قلنا قلبي وتلمامي وحا يروح حبين وحا وي هدي هقاكتو يعني تشيرك انتي سكالين هقاك هاي هدي مارت حماتو او اعتقاد غلطان قلنا حبنيه نسيق وكالين نغون هايان يعني.
إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت هدف، وإذا فسد فسد الجسد، جسد كله حمار هي على هي القلب ويجي النبي عليه الصلاة والسلام. مركز ذلك آمنوا بالله ويرى النبي عليه الصلاة والسلام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بولها، يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله بولها حرم ماله دمه بك سي مالك سي حرام بنغنايا، يعني وشردينها يا معناها الشرك ان لو ودن لا اله الا الله وشردنا يا سيدي ايتي وي معناها ان كدر ان ايمانك هذا شرك قرانك الهي وحو شيغي ما فرضنا في الكتاب من شيء كتابك وحو كما ناتين وح ما انت اللي اسكو دالين هاي دوم قرانك هدي لو تدبر ولا يهليا مرك الايمان تصديق واعتقاد في القلب وي بيرانين تصديق اعتقاد مرك وحق ولم ديد كرو قولا باللسان وابا ليس كربابا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويرو. قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله وإلهي ربنا الله الله كلي رب النوع معناها آمنا بالله وقلبنا وكير هذين أفكنا وكير هذين منافق أنت يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بإلهي مركز ذاتك الله بدأ قول ككير هذا قلبي هنا هو ويري لسانك هنا وعبري ولسانك هنا كيري كوا ويكون مرت يعني إيمانك صحمة يمانا وعمل بالجوارح غير هذين عمل بالجوارح من الإيمان وي ماشي أمرك العمل بالجوارح ولو مرتبة مرتبة وحوية قاعدة شذا لا إله إلا الله بيكو حرام تايبا ونكي لا إله إلا الله يراه سوى أصنام السجود أو الركوع لا إله إلا الله إن حق تفهمها وكتها هي معنى أصنام عمل بصمينية عمل او براء ابو سمينا يا او دتكي عابدا لكم دينه ولي دين لي اعمل كاس مركا لسكون خلاف سنه مسلمين سنيين تي بدعه با ويسكو وافق سنايان او بدن لا هو هاد لبا ما با لا هاد هاد لدا معناها جوارح ده مركا لا هاد لا يو ما با لا هاد لو وا قيب لسكو ودا وافق سنه وي لكن waxaa lagu qaldamay oo laga hadla acmaasha kale oo takaliifta oo waajibaadka iyo muharamaadka laga tagayo taas ma min al-iman ba إيمانك مي كم تمسك كم ما معناها تاسي ويمد ضن اللي هو بدعينا يو وديدي ضن الأورنا يو وأهل السنة وهو السيمين الأورنا يو لكن وحيابها أه شرك كتك واتين يو عليه الصلاة والسلام حديثي سبحانه كم إذا وتفارق المشركين إلى المسلمين فعل كاسو سمعنا يا مركو توحيد كقاتو فهمه شركي يبو كبحيا إيه الكيسين وكتك يا أهل التوحيد بصور راعية واتبع سبيل من انا الي والهي كو الله اسو نقدي راع با لي قفكي ساس لي مركا عملكا واحد اركيسا بدعو كما هذا يعني ددكي هورا وسلف كينا يدنا كما هاد لامبا كلهم موافق ويا هي ددكو دنبا كو دقمايي لكن هذا الكو وحو كيمد اعماش ان كلو اعمال الجوارح او الهي نامري اي وحيابها محرمات كا من الايمان ميا مس من الإيمان معها مركز سلف كوحير هذه من الإيمان وي إيمان كم مركز من الإيمان وحير هذه إن إلهي بقى إيمان كتر مامي إلهي بقى إيمان كتر مامي أو يوم ما كان الله ليضيع إيمانكم مركز الله هي ليضيع إيمانكم مركز إلهي اللي هي صلاة دي ولا جهل الله هي صلاة من الإيمان وي معنا إيمان كم قبلة دي ولا بدلي مركي قبلة دي بدلها المسلمين لقلها الله إيمان كي إني إلهي إن كمان لومين بلي إيمان كاز والصلاة دي أها إلهي إن كمان لومين أعماش مركي وحبه إن والمؤمنون مركي لقلها الله يوحى القدرة يا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لقلها الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كفوانا يا والقدرة يا ومن على مدى والرائن يا إن والمؤمنون الذين إذا ذكر الله مركي ألا لحصوه وجلت قلوبهم قلوب بغيس وإذا تليت عليهم آياته آيات من قلوب أخرينا وفلين يعني وزادتهم إيمان إيمان بزيادة نساء وعلى ربهم يتوكلون رب قلوبنا وتلسعرني الذين يقيمون الصلاة كو صلاة توسيني ومما رزقناهم ينفقون مالك ما يلعب الله كما أران عملك من الإيمان وي ما يلعب الله كما أران القرآن كيبا إيمانك كدري ومؤمنين تمكت الماء وكو صلاة صلاة أهل ولا إليه سبحانه وتعالى marka qolada kale oo u soo dhaweeyd laakiin
تعبيرك كغلدنا وغلد اللباد ومرجعته فقهاء الكوفة وي معناها كوا صحاب كاسي وحي يرادين يقوى حل يرادا أهل السنة تذكي وناك سنة بلا عقيدة أهيان ولا عمل أهيان لكن مركي حديد أيان إيمان فسير أيان يعمل صالح سيدة آيادها قرآن كورونا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مركي الليه أو الإسبار بردقة يمارت الإيمان يعمل الصالح بي وحي يرادين وحوية إن لبيهم بهالكا كم وقت يرادين الإيمان مركب واعتقادك قلبك أها تصديقي إيو أعمال القلوب كي وي خشيدي إيو محبتي إيو إنقيادك إيو يقينتي إيو وي معنى ولا سعوتي لا إله إلا الله وقلبك أهو يرادين لكن أعماشك لا أو مارت الصلاة دي يزكري أو مدبو وقت سودي يسير وليس أمرأي كواسي وأعمال صالحة لإرادة قفك السمعيانا مارتي شنده هو قلايا قفك مارتي خلافنا يعني أهل النار نكك وإرت كل عوا فاسق ومن أهل الوعيد بيرادين النار بكو قلايا دي له وسؤون حريصا وما دون ذلك لمن يشاء ويرا مركا لما تدري من شرين مركا خلافك ودحيا لبضوا اسكسيو عباد سنيا اسكسيو عقيدي وبيامينيا إلا مركي لتعبيرنا يو آمنوا وعملوا صالحات اسكو حيان بيوحي لي إيمانك إيمان وحي الإرادة وحي قلبك وتصديق قلبك وأعمال أعمال القلوب وإيمانك إيمانك لظاهرين هي ولسانك مركب وحي إرادين الإيمان تصديق واعتقاد في القلب ورومين عقيد قلبك جرتوي وقلبك الواسطه وقول باللسان يقولك لسانك بقى إيمانك كفسر ما يابي إرادين أعمال جار ولا بحين مجرم بما سمين بيجي وضد كذي كم ده يعني لتكون عيون والعلم ولا سوى ضعها ولا تعالى مركا وحير عمل عمله بالجوارح يعني أعماش الجوارح ذا فهو مطلوب ولا سكربا فاسق وخلافنا وخلاف كل أنا قال ماهن يعني الدم بجازنا وادي بها يا نار بهو قلها يا دان إلهي عفين سياسي هذه مركا ولا عقيدة مركا وصح ده وضدك توصنا لهاين واسدة أعمال من الإيمان لهاين بي مرتبة هوس وردعين معنا واللفظ تعبير كيبي كسارين معنا من تيمية مركو كان الله يقول الله سوحي يري قول الله سوحي هاين أهل الإيمان وعدل بي هذا عدالة لهاين وتوصن ووح قاليسين مبجران بي وح قاليسين مبجران من بعد ذكر وقف صلى ويري خلط بسمين مرجعات الإسلامية مرجعات الإسلامية هو إجماع بهاي كواسين المسلمين وإلى هذا لو عمل فلا يعني فقه ودي علمي ودي لقاتها معنا حماد بن أبي سليمان إيو أبو حنيف إيو يعني أبو جعفر الضحاوي إيو ضدكي ضدك أسوي ذكر الله الله أو يعني سلف وين أكسنها قال الله الله مركا فقهاء الكوفة مركا بحال هذا خلاف كود اللفظ بوها لفظي سيدا هذا كلو شيء يا لوكل دورا معنا كلية وقرضان الله ين الأعمال من الإيمان قرضان الله ين على الإيمان وما في القلب وهي أعمال الجوارح عمل الصالحات نوال سكربا وأنا أعمال صالحة اللي يرى هذا إليه كالقاضي اللي هم إن الذين أمروا وعملوا صالح مركز سلف كان يقول شو هذا يين شيء يسوي شيء يهرب كم ذا بعدنا قار لو شيء مزيء وليه درتين يا لو 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 قرش لو شجع بينا يعني مركي اللي قال له يهود يعني من كان عدو لله قف كأها عدو الله كؤه وملائكته ملائكته سكؤه عدو وجبريل وميكال لي ما جبريل يم ميكالنا ملائكتينا وكثيرا مركي اللي قال له قارنا والله سيش وشرفت هذا الوم وجنا يومارث درجة إليهم قال هو مجنا هيوي مركز سيدا سكراوي يرى إن الذين آمنوا مركز ليادو صلاة دي زكاة دي كل يوم كجران وعملوا صالحات نوحا وهي قاربا لوس الشيء يا سي أهمية دي دلو أقعد معه مركز أرنتا الشيء دي دي صال لوكال سارة نوالو بحنا أي واحد أركسا هدى إيو صال لوكال سارة وشنا دي الوحرة أعمال الصالح يا داد صوبحين لين أعمال الصالح وابل اسكد دين كرابة إيمان كوفرا بالله أركي مرك الإيمان ويكم تاي أعمال الصالح من الإيمان وي وحوي وعمل الصالح هذا قار مرك الله شيئا وبيدي وي سلف كاس وجوه بهين لكن خلاف أو لو كلا برا غاتي ماهن
خلاف وحو اها يعني اغرب الى لفظي بالي هو دوا مارت انه لفظي هي سيده لو تعبيرنا يلو كلا دوانا لما فاهمين بمارت اللي باتو سو جيدي كرو مركي مرجعدي قلوه بدنا سو بخدي مركاس على قرتي معناها ارنتو خطرتها الى لهيد ومركي دنبه بقى لو قال او مرجعدي واحد سو بخدي مركا الغاليه الاورنجي قلوه سميسي بحيرة الإيمان تصديق واعتقاد في القلب وقلب ولا غرهم توحيدك يعني الشرك ولا قطوه إن إلهي حقي سكتمت وقلبي على غرهم أنا يا ملائكتي يا كتبتي يا رسلي قلبي على غرهم أنا يا أعمال القلوب ولا صعتها قول باللسان ولا غر وقفكي وإنه شيء هذا كذا يا كجرنا يا جالد يا دو هذا اللي لا إله إلا الله ورم وياه وشيء وياه ما والله جرنا يكفرتي marka waa inuu lisaan kana yiraahdo yiraahdeen laakiin hadduu dunuubtii oo dhan sameeyo xaaraamihii oo dhanna maaratay hadduu xaaraamihii sameeyo oo waajibaadka ka tago waa mu'minun kaamilul iimaan iimaankiisu waa dhammaystiran yahay mu'minun kaamilul iimaan bay yiraahdeen walaa yadurru maca aliimaani dambun dembina qof mu'mina waxba kama dhimo heerkaasay gaareen maa وإيمان صاحب الكبيرة نك كبيرة كل دعاء فحشة كل دعاء كبائر تواوين وملكات كا إيمان كيسو كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق ويراده مركب والله السنة الساس بعين ولو وين بقالين يعني واحد لقوا ريا متكود منو يري هذا مر إيمان كرمسنا هاي وصلاة حتى إن إله كاني يعني إيمان كذي هيستو إيمان كذي أنا استوى عن رمسنا هاي حتى أن أتوك ذا حتى وحوي مستدبر القبلة ونبر كل شيء ذي القبلة دي وحق أتوك ذا حتى وحوي وحي ذي المؤمن بعنا كامل الإيمان كان سوي حير يعني نكي له شيء يا حيا هذا كفر بالله وكفر بوحوي وقال نمو ونغني سابوي المعنى مركب مرجع الغالية أدبال والله عن ذي سلاس بين العقيدة وأهيد معناها أهل الكبائر ولن تسويق النفاق وأهيد معناها النفاق يبقى ضد كلهم معانيني وحكسوا كبائر واسمين كرتان وي معناها وحول بو كبائر واسمين كرتان لكن شرك اسكي إلالية يوحو يعني إن هذا وح ديدان شريعة ترادان وحن إلهي مكينين ورنينا لكن وح الله لي أوات سميسان هداد إيمان كاليذين وكفر إن هم اثنين وشرك وسيدين كجرين وح الله لي وحي آد عاد ما رأت السميسان والدم بينا واحدين كلمة مية واجباتك هكذا تكتان سمين توضان واحدين كلمة مية إيمان كنا ما ب ما رأت يعني ما ب زيادة ما نسقام إيمان كواهل قف كستو إيمان لسي واسكو إيمان ملائكتي وجي جبريل إيو ميكائيل إيو أبو بكر الصديق إيو عمر إيو النبو واسكو مت فاسق وانا لم ساسق وهلا هي معناها مرجاز غالية ذا وهذا غلط مي مرجاز مركا وحا كدن بي مرجاز كله غالية ايضا وحد قلت ونن يعني عبد الله بن محمد بن كرام انو مقع صحاب مرينا يا مثل محمد بن عبد الله ابن كرام بو عكو عام الكرامية مركا ايضا لو بحش يقول حجر هذين الإيمان الإيمان قول باللسان ويقول وأفكى بقى إيمانك هو أفكا بإرادة كو ما أنت إرادة يعني أشهد هو أفكا معنى هذا يسكوا فخصين لكن إيه وحي ورونا يعني لكن إيه وحي ورونا يعني وحكالي ورونا يعني ووحي يرادين تصديق قلبي ولو باهي يرادين آخرهم كو أنفعيا وأعمال الآخر يرادين شنانا الوقليا وقفك اعتقادك قلبي كم غيا ومنافقة وأفك يرادا أدونك مؤمن بالي يرادا لكن في الدرك الأسفل من النار وهي يرادين نار ثقلة هي يرادين ماشي قاركود هاد اللي يهين الإيمان قول اللسان كلي هادو هايو وحاوية شنانا الوقليا شنانا الوقليا وحي يرادين أما التصديق والاعتقاد في القلب فنافع في الآخرة وموجب لدخول الجنة جنة وكو واجبين هيا إنا قشد آخرا وحبك ترى هيا منافقنا والمنافق مؤمن في الدنيا أدونك مؤمن كو هي وفي الدرك الأسفل من النار في الآخرة يرادين مركا
iyaga iyo waxa la yihahdaa jahmiyada waxay ku kala duwan yihiin midna midna isimkiibuu saxayaa oo ciqaabtii aakhiro buu qaldayaa, midna isimkiibuu qaldayaa ciqaabtii buu saxayaa. Macnaha saasu kala duwanaaye. Macnuhu waxa weeye alkaraamiya munaafiqii waxay yidhaahdeen waa qaldeen magaciisii, waa mu'min bay yidhaahdeen. Maxaa yeelay waxay u daliishadeen ilaahay markuu muslimiinta la hadlayay aayadu soo degayeen oo nebigu uu masaajid ka akhrinayay aayaddii, dadkii tukanayay ka mid ahaayeen oo yaa ayuha aladiina aamanuu bay ka mid ahaayeen, waa soo gelayeen. Oo yaa ayuha aladiina aamanuu marka la leeyahay khidaabku waa gaarayaa munaafiqiintii, marka sidaa darteed adduunka iimaan ba mu'miniin baa la yidhahdaa. Laakiin aakhiro yacni dadkii salafka ahaa ee toosnaa bay ka waafaqsanaayeen munaafiqu fi darki lasfali min annaar bay lahaayeen. marka aakhiro ciqaabtii bay saxeen, laakiin waxay qaldahayaan waa magacii adduunka la siin lahaa bay qaldeen. Macnaha almunaafiqu mu'minun baa soo baxday. Jahmiyana waxay yidhaahdeen ninka adduunka aan ku ridooba oo ku gaalooba waa kaafir, waa dilaynaa, laakiin hadduu tasdiiq qalbiga haystay tasdiiqaa ku filan oo jannadu gelayaa bay yidhaahdeen. iyagu marka magacii adduunka bay saxeen oo ninkii gaaloobay gaalnimadii u qoreen iyo riddadiina ku xukumeen, laakiin waxay qaldeen ciqaabtii oo waxay yidhaheen kaafirkii kaafirnimo lagu dilay jannu gelayaa yire hadduu tasdiiq lahaa. Oo qof kufr sameynaya waxay u qirayaan tasdiiq, marka baadidaasay lahaayeen iyagu. Marka aljahmiya marka waa kuwan iyagana, aliimaanu tasdiiqu waictiqaadu fi lqalbi bay yidhahdeen, waa rumaynta tasdiiqa qalbiga ah iyo caqiidada qalbiga ah weeye. Macnaha oo qofkii mar allaale markii dacwadu soo gaarto oo shahaadada soo gaarto aliimaanu billaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi soo gaarto, haddii uu markaa aqbalo oo markaa waa run yidhaahdo oo qalbiga ku xirto caqiidadaas, intaas weeye bis, inta kale waa ka siyaado ee iimaanka intaas weeye, oo janna iyo naar uu kala gelahay waa intaa bay yidhahdeen. Macnaha waxaa loogu jawaabay waxa li hadday saas tahay fircoon baa ahlu janna ah oo ibliis baa ahlu janna ah. Baadida macnaha fahamxumida markay qur-aanka ka qaateen, qur-aan baa lagu hadlayaa dadko dhan qur-aan bay rabaan in fasiraan, midna waa ka baadiyoobayaan midna waa asiibayaan. Macnaha ee ra'yi ma ahayn iyo waxaan diintooda ka mid ahayn oo lagu doodayo jadal caqiima ma ahayn, ee waxaa la fasirayay waa kitaabka ilaahay baa la fasirayay. marka jahmiya baadidaas ay ku dhaceen oo lagu xujiyey waxaa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi aalo fircoon markuu hadlayay wajaxaduu biha, waa diideen macnaha dacwadii iyo nebigii waa diideen, waa inkireen. wastayqanadaa anfusahum naftooduna, nafyaashooduna waa yaqiimisay inuu muuse ruu sheegayay, bal aayaadkii baa la tusay fircoon. in kunta jayta biaayatin buu yidhi faati biha buu yidhi, aayaddii marka loo keenayna waa arkay inuu waxaan bani aadan samayn karin, aayad ilaahay tahay waa gartay. maca dalika cinaadkii buu ku dhaqaaqay. marka xaqa waa ogaadeen oo muuse nabiyullaahi inuu yahay waa ogaadeen, naftoodu waa yaqiimisaa la yidhi, laakiin afkii ka diidaayeen waa inkireen, waana la dagaalamayeen ba oo sarreynta adduunka ku dagaalamayeen oo ninkan wuxuu u yimid ba inuu inqilaab sameeyey yidhahdeen. maa yani jaa liyubadila diinakum, yani waxaan ka baqayaa buu yidhi, inii akhaafu an yubadila diinakum, diintiina ma bedelo, oo an yudhara fi lardi fasaad, arradan fasaad ka daahiriyo, oo haddiiba maaragtay layskhilaafo layslaaya, haddii waa fasaadkii hadda waa nidaamsannahay, nabad baa haysannaa, nabad iyo nolol baa haysannaa, waa isnidaamsannahay, waa israacsannahay. muuse wuxuu keenay waa lagu kala go-ayaa, waana layslaynaya, adduunkuna waxmaanaya wey, saas ku radinayeen. macna xaqiina qalbiga waa ka ogyihiin, waa ka ogyihiin, laakiin suldaanka iyo cizada adduunka ayaa kadinaysay. macna jahmiyadu marka waxay yidhaahdeen waa arrintaasi maaragta ku tageen, annaga wax kale uma naqaan iimaan, tasdiiq waictiqaad fi lqalbi bay yidhahdeen wey. waman jaa bitasdiiqi walictiqaad lqalbi, qofkii tasdiiqa iyo ictiqaadka qalbiga la yimaada wa kafara bilqowli waalcamali, qowl camala sameeya, qowl hadduu sameeyo oo kufri ah, camal kufri ah uu sameeyo, fa kaafirun fi dunyaa bay yidhi, adduun kaafir baa la odhanayaa oo xadkii baa laga ogayaa riddada. wayadkhulu ljannata fi laakhira, aakhiraana jannadu gelayaa bay yidhahdeen, bitasdiiqihi waictiqaadihi buu ku gelaya. waa maqaalada aada u xumayd oo jahmiyada lagu lacnadi jiray. jahmiyadu khaladyadu intaas keliya ma ahayn, oo qadarta marka laga hadlayo baadi bay ku dhaceen, sifaatka ilaahay marka laga hadlayo baadi bay bilaabeen oo maaragtay xun bay faafiyeen. waxa weye aliimaan marka laga hadlayana saasay u lumeen, oo tasdiiq fi lqalbi bay kasoo qaadeen, ictiqaadka qalbiga ah bay kasoo qaadeen adduunka. laakiin ma diideen shareecadii lagu fuliyo ninkii kufr ka daahiro in xadkii lagu fuliyo waa ogolaayeen, oo waxay ilaahayeen adduunka kaafir baa odhanaynaa, laakiin fi laakhira yumkin an yadkhula aljannata bitasdiiqihi waictiqaadihi bay lahayeen. macnaha jaamiyadu
جامعة مركز أدونك شرك ودودة سمله وهم شرك ودودة سبب حيلين قفك مؤمن كاي موحد كاي دور الدوبة هل الدليل ليه مع هل الدليل هي وارد الدوبة على الأوران هي مرتد وي جامعة ساسي آهي ماشي وحي وفي عين ما أنت كوة جامعة دي لفتي يدي أم كفر سيدران و جامعة العنضية جامعة العنضية يقنا وضبا يا عقيدة دي وضع معنا بل ماشي جامعة لا ينكر وارد الدوبة شرك ليمن وحي لا ينسى لا أوران كرواري الدوبي إقامة الحجة لو باهية وحاسة لو باهية وإسكا مسلم إلى مرت وقت يو جريستين إلهي وحوي وقت أمان سمايا لنك أدو مر شرك سمايا ومن يشرك بالله وإله يريكي شرك سمايا فكأنما خر من السماء نين سماك دعيوي قرما مرك لو كاد كاذي هذا وابا دعي سماء كسر دعي فكأنما خر من السماء فتخطفه طير شمبيري مرك الأطفال أو تهوي به الريح أما دبيش يكون الدي في مكان سحيق الميل بهل وفق كنت ورطي معنا وحبا حلو سو قارة يوم ملوي معنا حلو سو قارة هذه أنا سنوات بكوية حجل لهم بوغن بالا هذا حجل لهم بوغن وحي ضواغيد استحنا لحدن كي سنة وصمادة وقوانونا الشميسي يوحي كفر دعا هي وذاتكم مركي لوشا وحو لها حجل لهم بوغن بلا يا حجل لهم كسوي سامر موحا كسوي سان المانية وكافرة أو شرعك لوطمية كسوي سان إنو حجل يعني ويران نفطر حتى محاو برا غادون ويدي لك هو مشرك لكم دينك ولي الدين حتى دو يرى هو وافي على الله يعني واحد وي كو قال السين هيا كو قال السين هيا بو هرر كوها وذات حق وجه ذا معنا ومضى إسراع ذي يضاغوط كفو قامين هيا إيو كران ما هي معنا مضح ذا لراعة هيو إلهي أدبو قاها اللي أدونك قفل بو مارت يعني ضاغوط راعة ضاغوط كاسبا للاحشرين هيا سجن أهر مر هيا فرعون حل يري يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار تلك سيرن بالي وهر مر هيا نار تورنيا والنار تجينا يا بالي هذا سو جينا يا ما واسيدا مرك راعي تانك أدونك حسابتهم وين وين معناه لو بهني هاي إن لقط إن لرها إن لجهره وعقيدة وين وين تاسع ساعد مرك جهمية معناه ده هلا فهموا يوحكوا سناين هذيك لا أدي وجهمية أبا جهمية كارلس معناه حي لما تغان الجهم بيصي اهين ماشي كفي عناين ماشي كحماين قرم يسمع وي وحوي الجامية يو يعني اهل السنة يو المرجئة وهلك وقبحي معنا وحنقلها يا وحوي الأشعرية وكون واحد يسوي حكي واحد ويا واسكو عقيده ذو واسكو سلطانيد معناه اصل كذا يرجعوا يروحوا على جامية جامية وجام بن صفوان نك اللي يلا لونس بينه يا بقول ان شاء الله تنكي يعني اللي دلي ويا وارما ارما بلمبو وقال ابو سلية وانتو الله ضد ضدي ضدي هنودة وانا الله اكرهين الشك دليه وحيره اله من يرهم سنت سويها اله ما اركتي سوي ما اركت هذا متابة مايا مورسة مايا هذا عدم با عدم با مرت عبدي سالي مكاسو عبادي ولا سكدة يو عفتن مال ما من عبادي سن مركي دم بروحه كان إلى هاي وعصا يسا يسا صفات سو مرتي هندسي أيو اللي يمين معنا بسم الله قال هذا كلامه وحوي على شعريه وي حلون نسبة يا نكي عالمك الأورنجي أبو الحسن الأشعري بانون نسبة يا أبو الحسن الأشعري نو حسه كوري نين أدرك هو يد قوي ومركا نين كاسا وحوكسو تربية مذهب كمعتزلة ده وأشعرية معتزلة كورس مذهب كاسا الوسط تربية مركا معتزلة دي بمركب بحي وحو قال يقول لك الكلابية اللي يرادو مركا كدب وحو مذهب قارة اللي استاقي والله نسبة يساقي معه وقت يدي سيدن بنا واكتا وات كاني سيدن الوريو ومالين جمعاء بوحا اللي يري وقميس كي
dadka hortiisa waxaa la yidhi qamiiska intu iska bixiyey wuxuu yidhi sidaa aan isaga bixiyey qamiiska baan madhabkii hore uga siibmay buu yidhi. aniguna waxaan maanta wixii ka dambeeya waxaa la madhab ahay oo waafaqsanahay axmed bin xambal oo marka madhabkii ahlusunna buu ku dhintaa la yidhahdaa. marka ashcariyadu marka waxay ku hadlaanba magaca ahlusunna أهل السنة كوهاد لان لكن خضاض وحكسو كشابة لي يجو أدفه من مذهب كيس يعني أهل السنة وما لها قار كود أم ويلي سفع عن أقرن مركي هورينا دي عقائد كلا يكو جري ترين يا وحا كينا مرمر إنا وافقان معناها في غوين كي بدعاها إنا ميلاك وافقان يدو مركا إليهين أهل السنة النهاي مركا قول كيسي هورا تدبا كل لقن دوسكا كسور شادنا وحي يرادا نيكاسا وكتاوض كينا وحلقا تاوض كيناي waad ku dhegantaynaa. marka haddii la yidhaho ashcariya maxay iimaan ka yidhaahdaan, marka dadka oranaya hadda ashcariya nahay maxay yidhaahdaan? alimaanu tasdiiqun wictiqaadun fi lqalbi waqowlun bilisaan, taasaa iimaankii ah. acmaashana ma diidayaan oo min kamaal aliimaan bay ku tilmaamahayaan iimaanka dhammaystirkiisii oo kale waxyaaba ka milahaya, laakiin lafdiga oo aliimaan ma gelayaan bay ka wadaan macnaha. saa darteed ba halkaasaa marka looga tirayaa inay qaldan yihiin oo ku qaldan yihiin tacriifkaas maana. marka qolyahaasoo dhan waxaa noo dhiman marka alkhawaarij. alkhawaarij waa qoladii ugu horreysay horta oo soo baxday, bidcooyinka o dhan baa ka horreysay 37-dii hijriyada ay kasoo baxday. dhinacii marka la iskhilaafsanaa dhinacii cali bin abi daalib radia allahu canhu bay ka baxeen, iyagoo ka carooday nimankii xakamiinka ah ee la saaray. markii runta loo sheegay oo loo sharaxay oo ibn cabaas loo dirayna intoodii badneed waa soo noqdeen, intii kalena mawqucatu nahrawaan bay ku baabi'een, wax yar baa ka baxsaday, laakiin mar walba waa soo bixi jireen fikraddii dad sidaa soo bixi jiray. iyaguna waa firaq badan, waa kala duwan yihiin, laakiin waxaa ugu badan oo badanaa lagu sheegaa waxa weeye inay kabaa'irto kale ku gaalaysanayaan dadkii weeye. alkhawaarij marka iyagu iimaanka maxay ka yidhaahdeen, waxay markii hadlahayaan oo biyaaminayaan khawaarij iyo muctazila labadoodaba waxay yidhaahdaan sidii ahlu sunna u lahaayeen wey bay yidhaahdaan, alimaanu tasdiiqun wictiqaadun oo fi lqalbi ah waqowlun billisaani wacamalun biljawaarix weye, oo alacmaal min aliimaan bay leeyihin. alkhawaarij acmaal min aliimaan, laakiin marka ahlu sunna iyagu maxay kula duwan yihin? waxay ku kala duwan yihiin acmaashu waa min aliimaan, qaarkood iimaankaa jabahayaba uma jiraba haddii lala yimaado sida hadda sujuudu lagayri illaahi oo cibaadadaas la sameeyo ama waxa weeye shirkigii loo noqdo qubrihii lagu dawaafo la baryo oo meydkii loo yarto, waxaasoo dhan waxa weeye acmaal oo shirki ah weye maba laga hadlahayaba. oo min aliimaan inay tahay waa sax, laakiin acmaashan kalena waxay yidhaahdaan salafku waa min aliimaan, qofkii haddii u gafana iimaankiisi baa naqsi baa galay ma wada tegin iimaankiisi. iyagana waxay yidhaahdeen aliimaanu juzun waaxidun weye, aljuzu hal juz weeye, idaa dahaba bacduhu dahaba kullu, haddii qaari qeyb ay la waayo kulligii waa la waayayaa. marka waa laga saxan yahay iyagana, maxaa yeelay waxa weeye dunuubtii badnayd oo la sheegay oo xuduudda loo yeelay oo qaadifka maaragtay intaa lagu dhufto zaaniga ma hala rajmiyo ama hala jeedlo, tuugka gacanta halaga gooyo, shaaribka maaragta hala karbaasho, waxyaabahaas ciqaabahaas oo dhan ciqaabihii murtadka ma aha. marka ridamu noqonayso marka dembigii waa tan soo marnay, laakiin iyagu waxay leeyihiin qofka waa inuu horta toobad keeno oo markaas oo muslimo xadka laga gooyo, laakiin waa gaaloobeyba marka macnaha markaasuu diintii ka baxay bay leeyihin. waxay yidhaahdaan haddii hadda 10 shay meel isku keeno magac bay qaadanayaan, 10 baa la yidhaahdaa. haddii 10-kii hal laga gooyo waxa weeye 10 ma qaadan karaan, hal haddii laga dhexbixiyo laga qaado 10 lama oran karo, waa in 9 la yiraahdo. marka haddii ninkii iimaanka markuu la yimid kadib uu kabaa'ir ku dhaco, hal kabiira hadduu sameeyo iimaankii magacii baa zuulaya wax kaluu noqonayaa bay leeyihin. marka waxay yidhahaan wax walba qaacidadaasi maaragtay qaacido oo la socodsiin karo oo markasta saa ku soconaysa maba ahan baa la yidhi, maxaa yeelay geedka geed baa la yidhaahdaa iyadoo laan laga gooyey buu weli geed yahay, iyadoo laba laga gooyey buu geed yahay, yacni saasaa magacii ma zuulayo, horey kama zuulayo,
لكن مركز سلك لا يجو يروح وين وأصل كجو نقولها يا يعني واحد تيرين بنقولها كيد نقول ما يقولش أنا يا سياسة مرت يعني عقليا مركب وهلان عقليا بقى سال وجو جوابي خوارجتهم مركب مذهب كاس واقبين والله المعتزلة أنا أيضا مركب وهرو ضد الخلافة ينبع مسألة كو خلافين مسألة أسبيا هاي وحسن البصري حلقتي سي فريسين كريم بالي يعني من كان هذا معتزله علماء وها واسر بن عطاء عمرو بن عبيد وهي فريسين كريم حلقتي حسن البصري حسن البصري مركو كهدلي وفك كبير ده كلها موقف صح ده ولا يستاهل هيو ان الايمان كنا لا سارين بيوحي يرهدين كعرودين وحي يرهدين اساس معها منزله بين المنزلتين وي مؤمن ما كافر ما لا هو مؤمن ولا هو كافر خوارجتي مركه الكوكب كدوين خوارجتي هو كافر بيرا يوحي ليه لا هو مؤمن ولا هو كافر ومخلد في النار بليه نارتي انو كواريا واسكو وافقين معتزله اي خوارج وفي كبيره كل عين نار كواريا رميسين لكن مقعي الدون كان معتزله واحد تري لا هو مؤمن ولا هو كافر منزله بين منزلتين بيرا مركي بلابين المنزلة بين المنزلتين بقى معناها حسن بيكسو عمان مال قارة حلقة كالي سمستان مال كالي فريسنشرين كاسو يرو أولئك المعتزلة كواسي واكوي نغا اعتزال سميهي مقعو حال كاسو كسو الرائي بالإرادة يو مركا فرق دا صوت نساس بيه هايهن مد مارت عبرضة وكوشرتا وحويه ماشا هادا كان لايان ضد بدن اولاد دا وحويه وأكوذ سريين وأشهادة دي إني أقوليسيين شركي أشهادة دي أهيد بشركه ولا قبح واعبد الله ولا تشركوا به شيئا بأشهادة أهيد فاعبد الله مخلصا له الدين خلاص وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ساس فصل لقى القرآن كل شيء يو أو كلا سارة يو بي معنيه كبدل لأنه مارتي يعني شبهات يا أغوال تي ملاك كان كينين بوحي رهدين قفك ومسلم وهو يشرك بالله بي سوء الله أشري يريه مركا وحا وغوه سمرين جهامي يدي يمرجع دي وغوه سمرين ومارتي وارن فقاتي ويهي waxyaabaha dadku marka ay daliil ugu raadiyaan qofka shirka akbarka sameynaya waa arrin dambe macnaa arrin dambe oo hadda waaqica mujtamaca muslimka ah arrinta u imaanaysa marka dad muslimkii ka mid ah ay leeyihiin waxaan yacni waxaan ku hadlayaan shirkiga ah oo qof baa shirka ku hadlay ama qof baa yidhi laysoo saari maayo yidhi isagoo marka hore diinta si dhammaystiran u qaatay waxa weeye marxaladda hadda lagu jiro kale maba laga hadlaba هذا واحد اللي شو قال ضدك إني كلا بحام بالدنيا وحزب الله يحزب الشيطان لا إله إلا الله إني كلا صعد على الدنيا أنا عبد الله بقى الله صدر معناها ضدك سي لا يري ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبد الله واللي يمد فإذا هم فريقان يختصمون فريقان بمرك الأول نغنى يا ضدك داوود كرهبين الراعان وداوود كمارتي أن كهراين وشرعي سيكون نغماية ومشركين سيدا كون نغضي وكفارة iyo dadka ka baraaqaatay oo markaa iimaankii markaa ilaahay u soo noqday taas baa la doonayaa horta marka hore in la helo taa waa in la helo iyo taa laysku raacin oo taa aan la fahmin inay xaq tahay in laga doodo dadkii baraaqaatay oo daawud ka fogaaday oo umma muslima noqday oo meel gaara degay qof ka mid ah markuu saas yiraahdo see loo daaweynayaa iyo see la yeelayaa iyo waa dad u taalla dadka baraaqaatay u taalla والنبي عليه الصلاة والسلام تذكر أبو يري اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بولها يعني إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون بولها شرك كان بريء كاي بولها مركي لك لسوء عمي والله بل لك لنقضي وح الله لوحي لي صحابي باساسيري إنن باساسيري أعرابي باساسيري أو جاهل نمائي وكفري حتى وحوي دتكاس مركاس هذا النبي داوين توتالي داوين شري أو دتكاس بحال القصو علين شري سوابك waa lagu soo celin jiray ama ciqaab ha lagu keeno oo riddadii ha lagu ciqaabo ama munaafiq la waaninayo qowlan baliiqan la leeyahay ha noqdo
waxa weeye dadka jihaadkaas waxa u yaalla dadka baraa qaatay u yaalla ma aha inay ka hadlaan ba dad aan weli baraa qaadan inay ka hadlaan ma aha sidaasi arrimuhu marka u kala horreeyaan macnaha waxay la mid tahay iyadoo dad miyi deggan oo masalan u baahday inay guuraan meeshii abaar bay noqotay meelo kale roob laga sheegaya ma guurna ma guurna iyadoo lagu heshiina dil iyo dariiqee loo marayaa meesha dariiqe badan bay leedahay dariiqee maraynaa kana maraynaa kana maraynaa laguma doodi karo maxaa yeelay ma guurnaa baan isku waafaqin meesha waxaa isayaade lama fikrad islaamkii waa noo dhisan yahay muslimiinta waa noo joogaan oo yacni dad ilaahay keliya caabudayaan haysanaa oo daawuudkan iyo waxaa shirkiga la samaynayo iyo quburaha la caabudahayo iyo qawaaniinta caalamiga la aadahayo iyo meelahana laka xukumayo yahuud iyo nasaarana xukumayaanna waxaasoo dhan iimaanka iyaga wax u dhimayso uma muslimaan nahay idinkana khawaarij baa tiin waa baxdeen fikrad baa saasa geedi diyaar uma ahaba in loo soo guurayba rabaanba iyaga meeshooda la isugu yimaaday rabaan dadna waxay leeyihiin daaquudka ilaahay baa nagala hadlay oo ilaahay subxaana wa tacaala noogu yeeray aan ka fogaano an icbudu llaha wajtanibuu daaquud yacni ummaddaas saas ana waa laga tegayaa hadday muslimiin sax ahaan jireen xataa haddan u noqdaan daaquud u noqdaanna daaquudkaas baa lagu goynahayaa nebi muuse ummaddii oo muslim intay ka tegey oo waxa weeye ballan ilaahay aaday wuxuu usoo noqday iyagoo dib caabudahaya kaaharuun canaanta oo wuxuu yidhi maxaa adigu iisoo raaci weyda haddaa aragtay waa inuu lumeen yacni ma manaca kabi yii macnaa ida ra'aytum dallu alla tatabi yani inay soo raacid maxaa kuu diiday buu yidhi kaasuu garka ka qabtay garka iyo timaha buu ka qabtay markaasuu leeyahay yabna umi laa taakhud bilixyati walaa biraasi macnaha maxaa uga faaruqu weyday buu ku haystaa waa halkaa mardi iyagoo fiican buu ka tegay intiisoo noqodkii wadada hadda jooga maxay oran lahaayeen waxay oran lahaayeen haweenku dembi male oo caruurtu dembi male oo juhalaa ka buuxda oo qaar badan baanba diin waxba ka garanayn oo beeraha ku maqan nin baa safar ku maqan nin baa xagga ah ummadda marba haddii zucaamada go-aan qaataan ummadda waa la xukumaa xukun bay qaadanayaan waana laga baraa qaadanaya ummaddii qofkii marka waana loo sheegaya waxa looga baraa qaatay marka wixii xaqaas qaada raacaya ama nin zaciim ha noqdo ama nin caadiya ha noqdo ama haween ha noqoto ama wiil yar ha noqdo dacwada caamka asaasa loogu sheegayaa qofkii ilaahay kasoo saarana waa qof liibaanay wey macnaha waa sidaa baalraa marka iyadoo aan weli la isku waafaqin mala baraa qaataa oo gaar ma loo baxaa oo diinta ilaahay gaar ma la noqonaa dadkii kitaab kale raaceen iyadoo aan taa la aqbalin in la yidhaaho nin baa waagii nebiga saa yiri oo saa la yiri oo saa la yiri waaqicii nebigii maba joogtid ba adigu waa baraa qaadan weyday dacwadii ma ajiibin ama haddaa adigu qalbiga aad rumaysantahay inaa ajiibtay dadkii aan ajiibin baa dadkaagii ah oo lagama guurayaa leedahay waa dadkeennii baa leedahay iyagoo duqyaankii iyo daaquudkii iyagoo ku socda waa waxaa leedahay maya waa umal muslima weeye islaamku waa nool yahay ummaddu waa hurudaa iyo ummaddu waa dhimatay waa kala duwanta ummaddu waa hurudaa ummaddu waa dhimatay ummad ha la dhiso bat dad baa taagan dadna waxay leeyihiin maya ummaddu waa hurudaay waa toojinaynaa ka baraarujinaynaa farqi weyn baa u dhexeeya marka arrimaha laleeyahay macaad baa soo joogday iyo waxyaabo badan oo lamida oo la yidhaaho waxaasaa dhacay iyo maasha allah washiitay hadalladaas oo dhan wixii shirka akbara iyo wixii shirka asqarba waa imaan karaan ummad umal muslima nin ka mid a kuwa aan iimaanka waxba ka aqoon baa soo raaci karaba oo bukhaari waxaa ku yaala laba nin oo nebigu caaisho tusay oo yidhi maa adunnu haada wahaada ma adunnu haadayni labada umaleyn maayuu yidhi yacrifaani min diinina shay-an inay diinteenna shay ka yaqaaneen umaleyn maayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay asbaabaha ay ku imaanayaan waxay ahayd qabiilo weyn oo muslimka la dagaalamaysa oo marka dambe islaamaysa sucaamadii baa islaamaya thaqiif oo kale islaamaysa dadkoodii oo cizo ku jirto oo isla weyn oo sanamkoodii iyo waxoodii haystaa waxay arkayaan maslaxay u arkayaan oo markay rabeen inay islaamaan waxay yidhahdeen oo ninkii naga tagaba waa la dilayaa dadkii oo dhan hareeraheenna waa islaameen qabiilooyinkii oo dhan kii naga tagaba waa la dilayaa xoolihii faafa waana laka dhacayaa ee aan nebiga aadnaa la yidhi saasa islaamnimada ay kusoo doonteen idiraar bay u galeen kaasaa wafdi la diray markii raggii la dilayay waxay yidhahdeen ha nala badiyo waxay ka baqayeen sida curwa bin mascuud markay soo noqdaan in la dilay ka baqayeen dad saasay ahaayeen markii dambena xeelad bay kusoo dhex galeen ba xataa nebigii aan soo raacnay soo rumaynay waa ka qariyeen nin walba waxaa la yidhi jilibkaagii dhex gal iyo qabiilkaagii markii la weydiiyeyna waxay yidhahdeen nin khatara u nimid oo ummaddii oo dhan ba u hogaansantay oo wax celin karaba lahayn bay yidhahdeen cabsi bay xoogaa geliyeen waa idiin soo socdaa isdiyaarshay yidhahdeen markaasay baqeen oo intay isdiyaariyeen oo yidhaha waa isdiyaarinaynaa waa isdifaacaynaa markay arkeen inay ka caddahay oo si ay waxyeelaan garan laayihiin tala ka wareertay bay u sheegeen waxay yidhahdeen war ninka waa u tagnay
maxaa cahdi noogu soo qaaday weydan bay yidhahdeen horta markii hore. Haddaad maxamed u tagteen ballan maxaa noogu soo qaaday wey bal inuu na nabadgeliyo. Markii hore waxay yidhahdeen ninku waa nin khatara oo dadkii dhan cid ka baqaayana malaha, cid celin kartana maaha. Markii oo u arkay inay isku walaahoobeen oo leeyihiin maxaa cahdi usoo qaadi weydeen, bay yidhaahdeen war cahdi baan soo qaadnay, waa idin nabadgeliyey, ninka ballan fiicanna ma jiro ogaada. Markaasaa neef ka soo baxay. Markaasi waxay yidhaahdeen oo maxaa marka hore nooga nixiseen oo nagu sheegi weydeen. Markaasay yidhaahdeen waxaan rabnay qayrada shaydaanku inaan ka baxdaan doonayna yidhaahdeen. Kadib waa isdhiibeen iyagoo dhan. Marka dadka wax kasta soo raaci karaa, iyagoo maaragtay qaarkood qabiilka iska soo raacayaan waxba ka fahmin baa imaanaya. Muslimiintan maxaa u danaa? Yacni qabiilkan oo dhan soo go-ay wuxuu uga daran yahay, waxaa ka daran qabiilkaas oo dhan oo cadow ah oo la soo dagaalamaya. Marka tan nasri bay noqonaysaa, cadowgiina waa jabahayaa oo qabiil baa ka baxay, dadkiina waa la hanuuninayaa oo masaajid baa loo dhisayaa oo tawxiidka baa loo biyaaminayaa. Xataa sanabkooda markii la burburinayay haweenkii iyo ooyeyeen baa layidhi, macnaha wax iimaan ay fahmeen ma jirin, gaalnimadii ku sugnaayeen waa ooyeyeen. Laakiin waa la ihmaalinayay, maxaa yeelay haween odayaashii oo dhan, odayaashii madaxdii ay yidhaahdeen waa islaamaynaa bay ahaayeen, waa soo raacahayaan wey dadkaas oo dhan. Gaalnimo kale waqti baa la siinayaa, macnaha fursad baa la siinayaa. Maalinta horeysa haddii la yidhaaho kala baxa, yaa gaala yaa muslima, haddii la yidhaaho waxaa dhici karta kulligood inay wada noqdaanba. Ma anaga barkaya miyaalaynaysa, anagu nabad baan soo doonanay, ma nadilaysaa bay odhanaya. Taas marka waxaan ka wadaa ummul muslima dhisideeda iyo ummadda jahiliyada ee kabaraaqaadashadeeda iyo kabixideeda horeysa, muslim waxyaaba ka soo baxay markaasay imaanaysaa. Yacni hadda waxa weeye iyadoo aan wixii laga baraaqaadan oo daawuudkii la hoos joogo oo dadkii daawuudkii caabudahayaan, yaa waxaa la fasirayaa nebigu saasuu yeeli jiray, nebigu saasuu yeeli jiray. Macnaha dukaafad baan dhex fariisanayaa. Markaasa waxaan akrinayaa qawaacidu sixa caafimaadka, qawaaciddiisa oo loo baahan yahay in la sameeyo. Haddaan la yidhaahdo soo layla yaabi maayo, waxaa la oranayaa horta adigu meesha fadhiidid qawaacidda ka hor imaanaysa lagu oranaya. Meesha fadhiidid oo qawaacidda ka akhriyaysid, meel la fariisto ma ahanba. Haddaaba caafimaad ka hadlaysid, ka fogow kudaafada iyo qashinqubka lagu leeyahay. Haddana waa sidii oo kale, albaraa'atu min ashirki wa ahlihi baa kuu taal. Wa ka baraa qaadan weyday, maxaa marka keenaya inaad ka hadashid dadkii baraa qaatay? Hadduu ka soo baxo qof saas leh, waa arrin dambe weye. Macanaa arrin dambe dadkaas bayna u taallaa weye, ee dadka daawuud ka hari waayey uma taallo taas. Macanaa asalaamu calaykum.